اتفضلوا اتفضلوا. انت كويس؟ هتغدونا ايه بقى النهارده؟ طب ما سالتيش ابو الشوق ليه؟ ابو الشوق يا زهر مش هو منظم الرحله؟ على فكره صاحبي بيفهم عربي كويس قوي فخلي بالك. وانا قلت حاجه وحشه لا سمح الله. ابو الشوق تيمتي ام سليم امينه بقالك فتره هنا في مصر؟ اه المره دي 7 شهور بس يعني انا عايش هنا قبل كده 4 سنين. اه عشان كده بتتكلم مصري. اه لا هو امسكته عربي كويس قوي على فكره. وانا امسكته عربي احسن منك الضايع. طب والله العظيم يا ضايع دي انا اللي لسه معلمينه امبارح. اه انا اذنكم يا جماعه. اوكي. عايزين مني ايه؟ لا مش عايزين حاجه احنا بس سامعين صوت الكمانجات والخلفيه. لا يا سخيف سخيف. لا بجد عاجبني. اه بجد؟ اه لذيذ كده لذيذ كده. مش عاجبكم اخبطوا راسكم بقى الحلوه دي في اقرب حيطه ولا بلاش انت يا سليم صحيح تخبط دماغك في الحيطه ساعتها لو ورا شريط مسكن حتى على الاقل هيحوق فيه صح؟ طيب بصوا يا جماعه انا هقوم انا بقى اطص وشي كده بشويه ميه على ما تنسوا اللي انا قلته ده. ها مجنون أول جربتي الويكا قبل كده؟ لا مش بحبها. لا يعني ما دقتيهاش ولا دقتيها وما تحبهاش؟ لا ما دقتهاش عشان مش حاسه اني هحبها. الباميه يعني صلصه معروفه. طيب دقيها يمكن إيه تعجبك. مش قلنا مش كل التغيير وحش؟ ولو ما عجبتني يبقى خلاص لما حد تاني يعزمك عليها تقولي له لا. قلب جامد. ماشي يا ستي. مش كل تغيير وحش. مش كل تغيير وحش. مش كل تغيير وحش. دي طلعت حلوه جدا بجد. انا ما بحبهاش خالص. باميه يعني صلصه معروفه. لا حلو. عايزه ايه تاني؟ انت جيتي عايزه ايه تاني؟ انا قلت لكم صحيح ان تم سافر الهند. اه بيقولي في مديتيشن ريتريت هناك خطير وفي بقى سنترز لعلاج الكانسر سمعت عليها كده وقريت لما كنت بدور على طرق علاج ناتشرال. اه انا قريت برضو عن الموضوع ده بيقولوا النتائج هايله اصلا. هايله انت مش فاهمه بقى. نروح كده شهرين ثلاثه وارجع لكم تكون صحتي كده ردت وهو ياخد له مديتيشن كورس ونرجع بقى نفتح مثلا سنتر ونقلب الموضوع بيزنس بقى والزهر يلعب معانا. يعني هو قال لك الكلام ده من دقيقتين وانت عملتي مشروع كامل كده. طبعا يا حبيبي احنا بنهزر ولا ايه؟ ما بنضيعش وقتنا احنا. بس شهرين كتير يا هبه. لا 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 كتير ولا حاجه. اقل من 6 سنين ما سافريش. والله على الاقل. على الاقل تلاقي توحشينا. لعلمك انت بالذات لو غبت عنك اسبوع واحد تتجنن. لا لا هعيط. وحياه ربنا تعيط. اه. ولو ان خلاص بقى شكلي كده راحت عليا يا سليم وامينه شكلها خدت مكاني في قلبك. ده انا مش بعيد كمان ارجع من السفر الاقي معاكم شويه هبه صغيرين بيتنططوا حواليكم. عايزه ميه؟ في ايه؟ انت شاربه حاجه ولا لا؟ شاربه حاجه؟ شاربه بس ولا في؟ لا بس.